في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من خلال هذه الآية التي تتصل بليلة القدر أن هناك معنى مخالفا عند علماء الأصول، أي هو المعنى العكسي. ما دام الله عز وجل ينفي عن عباده أو عن بعض عباده أو عن معظم عباده أنهم ما قدروا الله حق قدره، ينبغي أن نقدره حق قدره. هذا هو الفرق الكبير بين العابد والعالم. العابد أيها الإخوة ينصاع لأمر الله، ولكنه لأنه لم يقدر الله حق قدره ربما كانت مقاومته هشة، فسريعا ما يخرق استقامته لأدنى ضغط أو لأدنى إغراء، فالمغريات والضغوط تخرجه عن عبادته. فإذا كان من الممكن أن يصلح حال عابد قبل 100 عام في زمن الشهوات والفتن، في زمن الضغوط، في زمن تبدل القيم، في زمن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، في زمن الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، في زمن يكون المطر قيظا والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا، في زمن يؤتمن فيه الخائن ويخون الأمين ويتهم البريء، أيها الإخوة الكرام، في زمن يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه، في زمن يضام فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، في زمن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، في مثل هذه الأزمان تشتد الحاجة إلى العلم اليقيني لا إلى الانصياع التعبدي. الانصياع التعبدي لا يقاوم الضغوط ولا يقف أمام الشبهات ولا أمام الشهوات، فلا بد من علم يقيني أساسه معرفة الله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة حينما يؤمن بالدار الآخرة حقا ويقينا تنعكس كل موازينه، وما لم تنعكس موازين المؤمن إثر إيمانه باليوم الآخر فلن يستقيم على أمر الله. أيها الإخوة الكرام، حينما ترى الإسلام أصبح شكلا، أصبح إطارا، أصبح سلوكا تراثيا، أصبح عادة، حينما يصبح الإسلام إطارا لا مضمونا، حينما نعلن عن إسلامنا ونسلك منهج الآخرين، حينما تكون الحضارة الغربية ملء أسماعنا وأبصارنا، حينما نقلد الأجانب في كل شيء، حينما نضحي بمنهجنا الذي جاءنا من وحي السماء من أجل أن نقلد الأقوياء وأن نتقرب إليهم، في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن الذي يذوب قلب المؤمن في جوفه، في مثل هذا الزمن تشتد الحاجة إلى العلم، طبعا إلى علم تنبثق عنه عبادة، لا إلى عبادة جوفاء خالية من علم يقيني. أيها الإخوة الكرام، في الأحاديث الشريفة الصحيحة يتبين أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كم هي المسافة كبيرة بين مقام النبوة وبين أي مؤمن مقصر. أيها الإخوة الكرام،
لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. مرة ثانية، زمن مفعم بالشبهات والضلالات والترهات والطروحات والتطاول على الدين وعلى القرآن الكريم وعلى وحي السماء وعلى نبي هذه الأمة، زمن مفعم بالشبهات ومفعم بالشهوات وهي في أبهى صورها. كل شيء في الحياة الدنيا يدعو إلى المعصية، أي شيء تطالعه أو تنظر إليه يدعو إلى المعصية. في مثل هذا الزمن تشتد الحاجة إلى ليلة القدر. ليلة القدر أن تقدر الله حق قدره، أن تعرف ربوبيته، وأن تعرف ألوهيته، وأن توحده، وأن لا ترى يدا في الكون تعمل إلا يده، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، في زمن الضغوط، في زمن التهديدات، في زمن قوة الكفر وعنجهيته وغطرسته واستكباره، في هذا الزمن الصعب تشتد الحاجة إلى ليلة القدر، إلى أن نقدر الله حق قدره، فنضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل رضوانه. في هذا الزمن الصعب ينبغي أن ننهض جميعا لتعزيز هذا الدين، تعزيز مبادئه وتعزيز قيمه وتعزيز أنماط السلوك الإسلامي. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. من أوجه ما قاله المفسرون أنك إذا عبدت الله ما يزيد عن 80 عاما، وهذا العمر الأعلى للإنسان، معترك المنايا بين 60 و70، إذا عبدت الله ما يزيد عن 80 عاما عبادة جوفاء خير من هذه الأعوام 80، أن تأتيك لحظة في رمضان تقدر الله فيها حق قدره. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية. الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال علماء التفسير: الأمر ينصب على الذكر الكثير، لأن المنافقين يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، فالأمر يقتضي الذكر الكثير. يقاس على هذه الآية قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العبرة أن تؤمن به عظيما، أن تؤمن به واحدا، أن تؤمن به كاملا، ليست العبرة أن تؤمن بالله خالقا وحسب. فإبليس آمن بالله خالقا، قال: خلقتني، وآمن به ربا، قال: ربي، وآمن به عزيزا، قال: فبعزتك، وآمن بالآخرة، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو إبليس. فليست العبرة أن تقول إن الله خلق السماوات والأرض، بل إن عبدة الأوثان في الجاهلية أقروا أن لهذا الكون خالقا، وهم ما يعبدون الأصنام إلا لتقربهم إلى الله زلفى. يجب أن نؤمن الإيمان الذي يحجزنا عن معصية الله. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة،
قيل وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. اجعل هذا المقياس الدقيق لإيمانك، هل يحملك إيمانك على طاعة الله؟ هل يحجزك إيمانك عن معصية الله؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. أيها الإخوة الكرام، لأن الله عز وجل يقول إنما عند علماء البلاغة أداة قصر وحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. إن أردت أن تخشى الله، إن أردت أن تطيعه، فتعرف إليه. أيها الإخوة الكرام، كيف نستشف من القرآن سبيل التعرف إليه؟ من الآية نفسها التي تتصل بليلة القدر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لمحة سريعة مقتضبة كشاهد وكدليل. أقرب نجم إلينا ملتهب خارج درب التبابنة، خارج المجموعة الشمسية، يبتعد عنا 4 سنوات ضوئية. ولو أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام. هذا أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، يبعد عنا بمسافة أرضية وبمركبة أرضية 50 مليون عام. متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى نجم المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2 ملياري سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى إحدى المجرات المكتشفة والتي تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية؟ متى نصل؟ حينما تقرأ في قرآن الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لقطة واحدة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة بربكم، هل تقبلون جميعا أن يكون في القرآن آيات تزيد عن 1300 آية لا تعني شيئا؟ الآيات الكونية في القرآن الكريم تزيد عن 1300 آية. أليس من البديهي أن آية الأمر تقتضي الائتمار، وأن آية النهي تقتضي النهي، وأن مشاهد يوم القيامة تقتضي الخوف، وأن الآيات الكونية ماذا تقتضي؟ تقتضي التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. هل من حالة رابعة؟ إما أن تكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وجاء فعل التفكر مضارع، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الويل لمن لم يفكر في هذه الآية. ليلة القدر تعني أن نتعرف إلى الله، وأن نقدره حق قدره، وأن نعلم ماذا ينتظرنا لو عصيناه، وماذا ينتظرنا لو أطعناه. هذه خاطرة إيمانية عن ليلة القدر. يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟
قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. فلا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومحبة له وخوف منه. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وحينما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ماذا أقول في هذه الليلة؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. إذن طريق معرفة الله أن تفكر في خلق السماوات والأرض. لو دخلنا في بعض التفاصيل، أول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء: اقرأ اقرأ، أي تعلم. وقد عبر الله عن العلم بمفتاحه، والقراءة واسعة جدا، فقد تقرأ في الكون لأن الكون قرآن صامت، وقد تقرأ في القرآن والقرآن كون ناطق، وقد تقرأ في سنة النبي العدنان والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. اقرأ أي تعلم، وما لم تطلب العلم فلست من بني البشر. لا يؤكد إنسانيتك إلا تلبية الحاجة العليا في الإنسان. الحاجة العليا في الإنسان طلب العلم، والحاجات السفلى يشترك فيها الإنسان مع غير الإنسان: الطعام والشراب والجنس. تعس عبد البطن، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد الخميصة، وبالمقابل سعد عبد الله. متى تطيعه؟ إذا عرفت. متى تخاف منه؟ إذا عرفت. متى ترجو ما عنده؟ إذا عرفت. متى تتوكل عليه؟ إذا عرفت. متى تفوض الأمر إليه؟ إذا عرفت. متى لا تعبأ بتهديد الأقوياء؟ إذا عرفت. متى لا تيأس ولا تقنط ولا تتضعضع؟ إذا عرفت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصل الدين معرفة الله عز وجل. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، أول كلمة من كتاب الله نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، تعلم، تفكر في خلق السماوات والأرض، تدبر القرآن، انظر في أفعال الله عز وجل، دقق في سيرة النبي، تأمل في كلام مبعوث العناية الإلهية. اقرأ. ولكن العلم في الإسلام ينبغي أن يصل بك إلى الإيمان. العلم مقيد بالإيمان، لا أن تقرأ ما هب ودب، لا أن تقرأ فن رقص الباليه مثلا، لا أن تقرأ فن الإيقاع بين الناس. كل يوم يطبع باللغة الإنجليزية كم من الكتب لا يمكن أن تقرأه في 200 عام، ماذا تقرأ؟ لا بد من أن تصطفي. لو دخلت إلى مكتبة فيها 1,000,000 كتاب وفيها كتاب واحد مقرر
سوف تؤدي فيه امتحان بعد أيام، وسوف يبنى على تخرجك مستقبلك وزواجك وشراء بيتك واستقرار حياتك. هل يعقل أن تقرأ كتابا آخر؟ الناس يقرؤون كل شيء. قصة 800 صفحة ملخصها كلمة واحدة، مغزاها كلمة واحدة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يجب أن تقرأ قراءة إيمانية، يجب أن تقودك قراءتك إلى أن تؤمن بالله الإيمان الحقيقي، يجب أن تقودك قراءتك إلى إيمان بالله تعقبه طاعة له، يجب أن تقودك قراءتك إلى إيمان بالله تعقبه طاعة له وتعقبه تقرب إليه بالعمل الصالح. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا تملك تلسكوب في بيتك ولا ميكروسكوب ولا تملك موسوعات علمية. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكر في نفسك، فكر في ابنك، كيف كان قطرة من ماء فصار إنسانا سويا، أليس هذا تحت سمعك وبصرك؟ فكر في حواسك الخمس، فكر في أجهزتك، فكر في أعضائك، فكر في بيانك، فكر في نطقك، فكر في طعامك، فكر في شرابك، فكر مما خلقت. خلقت من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما كلفك ما لا تطيق، ما كلفك أن تكون من رواد الفضاء، ولا أن تكون معينا في وكالة فضاء، ولا كلفك أن تكون في مخبر للتشريح. فكر في جسمك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عطف الخاص على العام. هذه القراءة الأولى، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تؤمن وأن تطيع، اقرأ من أجل أن تؤمن وأن تطيع وأن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. خلق الإنسان من علق، اقرأ. القراءة الثانية، وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، أمدك بالطعام والشراب، أمدك بأهل وأولاد، أمدك بخبرات ترتزق بها، أمدك بمحبة أودعها في قلبك لمن حولك وأودع محبة الآخرين لك، أمدك بكل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه القراءة الإيمانية، خلق الإنسان من علق، طريقها أن تبدأ بنفسك. اقرأ وربك الأكرم. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله جل جلاله وعز نواله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والمسخر له أفضل من المسخر. أنت المخلوق الأول، أنت الذي قبلت حمل الأمانة إذ عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت المخلوق الأول رتبة لا زمنا، أنت الذي قلت أنا لها يا رب، أنت الذي أردت أن تكون المخلوق الأول حينما عرضت عليك الأمانة في عالم الأزل وقبلت، أنت الذي أردت أن تأتي إلى الدنيا وأن تؤمن وأن تتقرب إلى الله بالعمل الصالح ليكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض. إذن منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أوضح لكم هذه النقطة. لو أنك بحاجة ماسة إلى جهاز كهربائي
متعدد المزايا، بالغ التعقيد، بالغ النفع، وجاءك صديق فقدم لك هذا الجهاز الذي هو من اختراعه ومن صنعه، قدمه لك هدية، ماذا ينشأ معك؟ ينشأ شعوران متكاملان، شعور التقدير لهذا الجهاز الذي فيه ميزات كبيرة، وشعور المحبة لأنه منحك إياه هدية. فالله عز وجل، ولله المثل الأعلى، سخر لك هذا الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم. ماذا ينبغي أن تقابل التعريف؟ بالإيمان. وماذا ينبغي أن تقابل التكريم؟ بالطاعة والشكران. فإذا آمنت وشكرت، دققوا الآن، إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. فإذا حققت الهدف من وجودك تتوقف كل المعالجات. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تؤمن وحينما تشكر تكون وقفت الموقف السليم من تسخير التعريف وتسخير التكريم. القراءة الثانية قراءة شكر وعرفان. القراءة الأولى قراءة بحث وإيمان. يجب أن تكون قراءتك مقيدة بهذه الأهداف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هل انتبهت إلى أنك تتميز بنعمة لا تعدلها نعمة؟ قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أعطاك أداة اتصال راقية جدا، قد تستخدمها مشافهة، قد تعبر عن أفكارك وعن مشاعرك وعن حاجاتك وعن خواطرك وعن تمنياتك، وقد تطلع على أفكار الآخرين وعلى مشاعرهم وعلى عواطفهم وعلى تمنياتهم وعلى خواطرهم عن طريق اللغة. فاللغة أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع، اللغة أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع. لو أن دولة يقتضي أمنها أن تمنع التجول، بلاغ يلقى في كلمات لا تجد أحدا في الطرقات، كيف اتصلت الدولة بالمواطنين؟ عبر اللغة. هذه اللغة تميز بها الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولكن فضل الله ليس له حدود. هناك كتابة وهناك قراءة. فعن طريق القلم كاتبا وعن طريق الكتاب قارئا يمكن أن تتصل بإنسان لا تلتقي به مباشرة، تلتقي بإنسان عبر كتابه وقد مضى على وفاته 1000 عام، تلتقي مع جيل آخر. الثقافة والمعرفة كيف تعمم على وجه الأرض؟ عن طريق القلم الذي علم بالقلم. فإذا أضفنا الترجمة إلى القلم أصبح العلم على مستوى سكان الأرض. هذا الذي يحصل. يلتقي المؤتمرون من جنسيات مختلفة عن طريق مترجمين، تطلع على أفكار كل إنسان من أي ثقافة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القراءة الثالثة، القراءة الثالثة قراءة الوحي. علم الإنسان ما لم يعلم. هناك في الأرض آلاف الموضوعات، بل ملايين الموضوعات يمكن أن تعرفها من خلال عقلك، ولكن الماضي السحيق، ولكن المستقبل البعيد، ولكن ماذا بعد الموت؟ ماذا عن خالق السماوات والأرض؟
ماذا عن أسمائه؟ ماذا عن صفاته؟ هذه الموضوعات التي يعجز العقل عن إدراكها أخبرك الله بها عن طريق الوحي. علم الإنسان ما لم يعلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن أيها الإخوة، هناك قراءة بحث وإيمان، وقراءة شكر وعرفان، القراءة الثالثة قراءة وحي وإذعان. ثلاث قراءات، لكننا نعوذ بالله من القراءة الرابعة. هذه قراءة أهل الغرب، هذه قراءة الكفار المستكبرين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يتعلم ليدمر، يتعلم ليخترع سلاحا جرثوميا، يتعلم ليخترع سلاحا كيماويا، يتعلم ليقهر الشعوب بأكملها، يتعلم ليبني مجده على أنقاض الآخرين، يتعلم ليبني عزه على ذلهم، ليبني أمنه على خوفهم، ليبني غناه على فقرهم. يتعلم، والأقوياء قوتهم بسبب علم عندهم، لولا هذا العلم لما كانوا أقوياء. هذه قراءة رابعة نعوذ بالله منها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدم نموذجا لقوم قرأوا العلم قراءة رابعة، لا قراءة بحث وإيمان، ولا قراءة شكر وعرفان، ولا قراءة وحي وإذعان. قرأوا العلم ليستكبروا في الأرض، قرأوا العلم ليذلوا بني البشر. أيها الإخوة، قوم عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تفوق في شتى المجالات، يعني بالمصطلحات الحديثة بالزراعة والصناعة والبناء والقوة العسكرية والإعلام والمال إلى آخره، لم يخلق مثلها في البلاد. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تفوق في العمران ما بعده تفوق. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق في القوة العسكرية ما بعده تفوق. يمكن أن يقتلوا الناس جميعا من دون أن تتهدم الأبنية، وقد فعلوا ذلك في بلد إسلامي. تفوق عسكري وتفوق عمراني وتفوق في شتى المجالات، وكانوا مستبصرين، وتفوق علمي. أيها الإخوة الكرام، ما أهلك الله قوما إلا ذكرهم بأنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي ما كان فوق عاد إلا الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، استغنى بقوته فتجبر وعتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى ونسي الجبار الأعلى. أيها الإخوة الكرام، الاستكبار وقالوا من أشد منا قوة، تفوق في شتى المجالات، على تفوق في البناء وتفوق في الحرب وتفوق في العلم، ثم استكبار ما بعده استكبار. أيها الإخوة الكرام، ماذا فعل الله بها؟ أهلكها بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقد ترون ما تصنع الأعاصير. آخر إعصار كلف 100 مليار تدمير مساكن، مليون مهجر. أيها الإخوة الكرام،
إشارة لطيفة لطيفة. قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. قد يفهم من هذه الآية، وأقول قد، أن هناك عادا ثانية نعيشها اليوم. أيها الإخوة الكرام، اطلبوا العلم، لكن اطلبوه من أجل البحث والإيمان، ومن أجل الشكر والعرفان، ومن أجل معرفة الوحي والإذعان، ولا تطلبوه من أجل الطغيان، هي صفات الكفار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، تتميماً للفائدة، لا بد من وقفة قصيرة حول الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف الليالي ذوات العدد في غار حراء. ماذا كان يفعل هناك؟ من دون عناء جهد ومن دون بحث ودرس، كان يتفكر في خلق السماوات والأرض، وكان يدعو الله ويبتهل إليه ويستغفره ويناجيه ويوحده ويكبره ويهلله. إذا لم يتح للمسلم اعتكاف متصل فلا بأس باعتكاف مجزأ. فإذا خلوت مع نفسك كل يوم وتلوت بعض آيات القرآن وذكرت الله عز وجل ذكرا خفيا حتى فاضت عيناك، ثم دعوته واستغفرته وأنبت إليه، فهذه الجلسة المتأنية التي تخلو بها مع ربك: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني، أنا جليس الذاكرين. أيها الإخوة، الاعتكاف في رمضان وبعد رمضان، حينما تخلو بربك وقتا من الزمن، إما أن تقرأ القرآن، وإما أن تناجي الواحد الديان، إما أن تشغل وقتك بالتفكر أو بالذكر أو بتلاوة القرآن أو بالدعاء، فهذه خلوة مع الله. لذلك أيها الإخوة، قد نبدأها برمضان وتستمر معنا إلى طول العام.